طبعا الشوط الثاني احنا دايما بنبدا فيه مش كويس، فطبعا قعدنا نتكلم مع اللعيبه والمدير الفني كابتن محمد مصيحه قال لنا الكلام ده، احنا لازم نركز في اخطائنا، احنا ما نقعدش نغلط كتير، والحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نزود الفريق تاني ونرجع الشوط الثاني. اما ان شاء الله يعني انا بقول يعني ان شاء الله باذن الله اقل حاجه احنا نقدر نقدمها للجماهير، طبعا احنا الثلاث بطولات احنا اول بطوله الحمد لله كسبناها، لسه عندنا ان شاء الله افريقيا، ان شاء الله احنا مسافرين فجر يعني فجر النهارده باذن الله، وعندنا لسه مجموعتين في الدوري ان شاء الله باذن الله، فباذن الله باذن الله احنا نقول لهم ان شاء الله باذن الله نكسب الثلاث بطولات ان شاء الله، ودي اقل حاجه نقدر نقدمها لمركز الاداره وجمهور النادي الاهلي. بقول الحمد لله رب العالمين، طبعا ببارك الاول لمركز النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، جهاز فني محترم معانا، لعيبه محترمه، ببارك لهم بقول لهم الف مبروك طبعا اداء عالي الحمد لله رب العالمين. فريق نادي الجيش طبعا فريق محترم، كسبناهم في الدوري 3-2، كان في صعوبه في الماتش شويه بس لعبه الحمد لله رب العالمين بتاكد التفوق بتاعه والجداره باستحقاق نهائي كاس مصر الحمد لله رب العالمين عليه. لا طبعا انت عارف طبعا النهائي كل الناس عايزه تلعب، كله عايز يادي ب 100% من مستواه، طبعا حصل بعد استعجال كنا فريقين بسكور عالي، حصل بعض الاخطاء من كتر استعجالنا، طبعا انا خبره وموجود احمد صلاح محمد عبد المنعم وناس كلها خبره، طبعا هدينا بعض واحده واحده الحمد لله لحد ما خرجنا من الماتش بره الامان وكسبنا 3-0 الحمد لله رب العالمين. الماتش كان صعب، احنا كنا طالعين معاهم في الدوري 3-2، فكنا النهارده جايين مركزين ان احنا خلاص الماتش 3-0، والحمد لله قدرنا نركز ان خدنا الماتش 3-0، وان شاء الله الحمد لله احنا خدنا بطوله كاس مصر، وان شاء الله عقبال الدوري، وان شاء الله عقبال الكاس افريقيا ان شاء الله. النادي الاهلي معروف اللي هو دايما في مصر التتويج اول، اهم حاجه مركز اول، تاني زي اخير، اهم حاجه عندنا مركز اول، واحنا مركزين من اول الموسم، رجعنا في المنتخب احنا 12 لعيب اصلا في منتخب النادي الاهلي، فرجعنا من المنتخب مركزين في الموسم رغم ان احنا عندنا اصابات كتير، بنشكر الجهاز الطبي معانا وتغلبنا على الاصابات والحمد لله، وكسبنا النهارده 0، وعقبال افريقيا ان شاء الله والدوري ان شاء الله في اخر ماتشات 4 ماتشات، يعني احنا بنسبه 90% حسبنا الدوري خلاص، ناقصنا اخر 4 ماتشات، كسبنا منهم ماتشين احنا خدنا الدوري ان شاء الله. طبعا الف مبروك لجمهور النادي الاهلي، يعني كان نفسنا طبعا يبقى متواجد النهارده معانا ويحضر معانا النهائي وكده، بس يعني ان شاء الله نتعود في افريقيا وان شاء الله نحتفل في افريقيا يعني ونحتفل بقى مع الجمهور بفوز في افريقيا ان شاء الله. والله طبعا زي ما انت قلت احنا فعلا يعني بنلاقي كل الدعم دايما من مجلس الاداره، واحنا السنه دي جبنا اجهزه على احدث المستويات يعني البدني، واعتقد ده فارق معانا جدا في المباريات، احنا في فرق من الناحيه البدنيه يعني شاسع بيننا وبين الفرق الثانيه. حاجه احنا مثلا على سبيل المثال احنا بكره طالعين ان شاء الله بولندا، يعني بكره الساعه 6 الصبح نعمل معسكر اعداد عشان بطوله افريقيا، طبعا مش اي حد في يعني بيبقى في معسكرات بره مصر وفي احتكاك قوي عشان الفرقه تستعد اكتر لبطوله افريقيا، ففعلا في انا شايف كل الدعم من مجلس الاداره، ويعني وبالذات انت عارف فريق الكره الطايره في النادي الاهلي فريق يعني الحمد لله احنا نتائجنا كويسه ودايما النادي بيدعم الفرقه وعارف ان هي الفرقه يعني المميزه عنده في الالعاب الجماعيه يعني.